رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. نعم، قل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم تنجح، ولا تخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فتخسر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فقوله حق لا يتطرق إليه شك عليه الصلاة والسلام. نعم.